الحكومة استجابت لطلب مجلس النواب اللي كنت بكلمكم عنه امبارح، فرئيس المجلس المستشار حنفي جبالي وجه ليها الشكر على سرعة الاستجابة، لأن الإخطار اتبعت امبارح بس، ودي بادرة طيبة في العلاقات بين المجلس والحكومة. وحدد خطة الجلسة إن موقف الحكومة التنفيذي هيتعرض ويقارن باللي تم تنفيذه فعليا. جلسات الاستماع دي مستمرة لحد نهاية الأسبوع، وتقارير الوزراء هيتم إحالتها للجان المختصة. الدكتور مصطفى مدبولي ادانا فرصة نفتكر ايه اللي حصل في السنتين ثلاثة اللي فاتوا، رغم انه من الاخر ابتدى يعني يتعامل مع موضوع ازاي الحكومة تعاملت مع كورونا، وقال انه بشهادة العالم مصر من افضل الدول في التعامل مع كورونا، وجاية في الترتيب الثاني بعد الصين من حيث نمو الاقتصاد السنة اللي فاتت 2020. قال وفرنا مخزون سلع اساسي، وخصصنا 100 مليار جنيه لمواجهة الكورونا، وزودنا أجور العاملين في الدولة رغم الأزمة، وخفضنا سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتم تأمين عودة أكتر من 30 ألف مواطن من الخارج. اتكلم عن تقرير فيتش اللي أكد على النظرة التفاؤلية لمصر مقارنة بالدول التانية، وإن مصر احتلت المرتبة الأولى من حيث مساندة المرأة مع أزمة كورونا، وقال العالم كله شايف ان الاقتصاد المصري واقف على ارض صلبة رغم الظروف. رئيس الوزراء قال الحكومة عندها رؤية عمل لثلاث سنين جاية بتتضمن تحسين المؤشرات الاقتصادية ومشروعات كبرى، واللي كان الرئيس وجه ليها ووجه بالبدء في تنفيذها، وتطوير كل القرى في ثلاث سنين بتكلفة 500 مليار جنيه، وتوطين صناعة السيارات سواء بالغاز او الكهرباء. وقال التحدي الحقيقي هو تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسين نسب الفقر رغم زيادة المعدلات بتاعة النمو السكاني. قال قربنا نكمل مليون وحدة سكنية في خمس سنين، وأكثر من 920 ألف استفادوا من وحدات الإسكان، والحكومة بتتوسع في إنشاء وتطوير محطات الصرف الصحي، والمستهدف تغطية الصرف الصحي في المدن بنسبة 100% في 2022. اتكلم برضو عن السكة الحديد والمترو، قال هيبقى فيه خدمة متطورة لما يتم توريد 250 جرار، وهنستخدم منظومة ربط الكتروني للإشارات لأول مرة في مصر، واتكلم عن رفع ترتيب مصر في جودة الطرق للمركز 28 على مستوى العالم. ولقد حرصت الحكومة على تعزيز جاهزية واستعداد القوات المسلحة المصرية على نحو رفيع المستوى لتأمين وحماية الأمن القومي المصري، فضلا عن استمرار جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية في مكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية. الكلام بتاع الدكتور مصطفى مدبولي طويل وغطى كل المجالات تقريبا، والكلام ده معلن، مفيش فيه حاجة سر. ومش بس الكلام معلن، لكن الأفعال كمان معلنة والصورة واضحة. فالدكتور مصطفى بيتكلم على اللي تم فعلا مش اللي جاي، وكل الحاجات دي زي ما بقول لكم متصورة واتذاعت في زيارات لا تنقطع للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات اللي نعرفها واللي ما نعرفهاش، اللي بنقابلها في طريقنا واحنا ماشيين كل يوم، او اللي بتتم في قلب الصحراء في كل مصر. رغم كده اللجنة العامة هتحيل كلام الحكومة للجان المختصة عشان تطابق الكلام مع الافعال، وده حق اصيل للمجلس محدش يقدر يناقش فيه.